Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et je vais partager avec vous des achats les درت هاد اليومين هادي. المهم درت هنا des achats من محل بيبكو ومن محل ديال جيسكا راه كاينين في ايطاليا. هنايا درت شويه ديال لي زاشا على حساب بيت النعاس. المهم كسيت بيت النعاس ديالي، غنحاول نوريكم شنو خديت. هنايا خديت هاد الفاز اللي نقدروا نديروا فيه دي بلونت، خديته تيدير ب 15 اورو. الشكل ديالو بحال هاد الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، فيه لتحت هذاك لو سيبور والفوق في الذهبي. وخديت هاد بحال هاد الشبيكه هادي حتى هي في الذهبي بحال هكا. ان شاء الله غادي ندير فيها لي برودوي ديال لي كريم وداك الشيء، حتى هي دايره 7 ديال الاورو. راه في كل ارتيكل ان شاء الله غادي نوريكم الثمن ديالو. هنايا خديت هادو ماشي لبيت النعاس بطبيعه الحال، خديت هاد الكيسان، خديت جوج ديال الزينات ديال الكيسان، تيديروا 6 اورو وفيهم 4 ديال الكيسان. زويونين في الشكل ديالهم، والثمن ديالهم رخيص. المهم انا غير لقيتهم اوفر وانا ناخذهم. ديجا عندي كيسان ما عندي في شكل اخر، اللي فيهم لتحت عادي، وقلت هادو هكا زويونين فيهم هذاك اليد بحال هكاك، ناخذهم حدهم هكا يا رخاص. خديت حتى هاد اسمحوا لي، خديت حتى هاد لا كوفيرتور ديال الناموسيه رطيبه البنات. غير هكا هادي ما غاديش نتغطاو بها بطبيعه الحال، غير غادي نغطاو بها الناموسيه ديالنا. ودايره 25 اورو، فيها جوج مترو على شي جوج مترو وشي حاجه في الطول، جوج مترو في العرض على 22 في الطول. زويونه البنات في الشكل ديالها، وسخيخنا ورطيبه ولكن ما نتغطاش بها. هنا خديت هاد المخده هادي، من الحجم ديالها كبير، وتا هي الشكل ديالها زوين هكا، هاد المنظر وفهاد لا كولور في الكري. وتدير الثمن ديالها 12 اورو معمره. دوك اللي خديت خاويين دايرين الثمن ناقص، هادي معمره وتتعمل 12 اورو. هنايا خديت هاد الفادره ديال الغطا ديال هذا ديال المخاد صغار، خديت في هاد الكولور في لو نوار، خديت جوج والثمن ديالهم 4 اورو بجوج كما كتشوفوا معايا. فيها جوج ديال لا فيها سمحوا لي غير قطعه وحده، خديت جوج ديال القطع ب 8 اورو، كل قطعه كدير 4 اورو. المهم البنات سمحوا لي على التصوير اللي حالته حاله، حيت صورت غير بالقدام الكاميرا ديال القدام. وكما قلت لكم هنايا خديت جوج خديت 4 عفوا 4 ديال الخشايات ديال المخاد، دايرين جوج الاورو، كيكونوا جوج بجوج الاورو بحال كتحسب وحده باورو. هذه خديت منهم 4، بالحق استعملت غير جوج، وجوج خزنتهم ما جاونيش. هنا خديت هاد الخويميات، كل باك فيه جوج خاميات ب15 اورو الوحده، وفيه كل خاميه فيها 135 في الطول في العرض سمحوا لي، و 260 سنتيم في الطول. وكما قلت لكم راه فيه جوج، والشكل ديالو هكا يا رقيقه زوينه بزاف، بالحق راه ضروري خصك دير فوق منها شي حاجه ماشي غير بوحده حيت كتبين بزاف. بالحق الثمن ديالو مرخيص، جوج قطع ب15 اورو، انا خديت جوج ب30 اورو. جاتني مزيان، عجبوني بزاف، ديجا ركبتهم درتهم هادو في الصالون البنات وجاو زوينين. خديت عاود واحد جوج ديال هادو ديال لي كادر ديال التصاور، حتى هما الشكل ديالهم زويون هكايا كيوت، ودايرين الثمن اورو و30 سنتيم الوحده. الصراحه هذا اللي عندنا بيبكو رخيص بزاف، داك الشيء بحال شكل اكسيون، ولكن هو يا بزاف كيبيعوا الحوايج بزاف على هاد لي زارتيكل. هنايا خديت هاد الشمعه بالبارفان ديال الفاني، وتدير 5 اورو بالسداده ديالها باش هكايا ما توسخ ما والو. واحد الريحه فيها غزاله بزاف وكبيره كما كتشوفوا معايا، انا راه يدي كبار وتتبان لكم راه ديجا كبيره. المهم انا خديت حتى جوج ديال الفاطي، غير خديتهم هذا الفوطات عندي، قلت غير باش نبدل بهم وصافي هكا الا شقات ليا ندير داك الكولور. ودايره جوج ديال الاورو 50 الكبيره
وصغيرة دايرة 80 سنتيم. لا غلا على مسكين صراحة. كل شيء رخيص فيه. وخديت البنات حتى واحد نقولوا ليه اش نسميه اللي تنجلسوا عليه، ماشي بوف ماشي بوف، المهم بهاد الزقه باين له هذا، خديته على حساب باش نديرو قدام الكومو اللي فيه المرايه ديال بيت الناس، هكا الا بغيت نجلس فيه، الا بغيت نقاد راسي ولا نتلاقى هكايا واحد الكريسي هكايا زوين اللي مبرك عليه. المهم هاد الشكل ديالو غزيوال، فيه تحت الدوغي والفوق بالدان الدان في الكحل، زوين بزاف صراحه. والثمن ديالو 30 اورو. المهم راه طاحت ليا التيكه ديالو، ولكن غنوريه لكم هنا باش تشوفوا الاثمنه كاملين. تيعمل 30 هو الثاني سيديله تيدير 30 اورو البنات. المهم هادشي كامل تقريبا خديته بشي 150 اورو، ما بقيتش عاقله. وعاد جبت واحد الجوله واحد اخرى في الجيسكا، حتى هو يا راه معروف في هنايا في الطاليان. خديت عندهم شي 3 ارتيكل حتى هنايا غنوريهم لكم دابا. خديت عندهم انا لا اول حاجه هاد الديكوراسيون هادو وحطيتهم حتى هما في بيت الناس باش غنفيق. اول حاجه نشوفها هي هادو، ما خصنيش الا شفت شي حاجه ندير راسي ما سمعت ما شفتش، ولا سمعت ندير راسي ما سمعتش وما نهضرش، لا اسمع لا ارى لا اتكلم، عرفتوا المعنى ديال الناس. هذه راني حطها قدامي مع كنحل على عينيا، مع كنحل عيني مع كنحل عليها باش تبقى تفكرني مره مره، نبقى ندخل في سوق راسي فهمتوني. هي كنضحك معكم البنات. المهم عجبني الديكور ديالها صافي، انا ناخذها وتدير الثمن لما الى عقلين ثاني، حيت انا كنهضر معكم دابا الصراحه وانايا ديجا الفيديو محطوط. غتكون كتعمل واحد 8 اورو، 8 اورو تقريبا الا ما خفت الكذب. تقريبا واه. وهذا ما كان خديت عاود واحد على حساب سميتهم فر سميت تلفت والله دابا حيت الفيديو ما كيتمشاش وهاد الاخر ديالو ثقيل. هانايا لالا انايا زعما سكونترينو، شنو كنوريكم هنايا؟ هنايا هذا سكونترينو ديال الطقه ديال الاولى، درت شي 156 اورو ديال الطقه ديال البنات، فهداك الشيء اللي وريتكم من الاول كله ب 156 اورو. ونكمل معاكم، قلت لكم هاد لا ديكوراسيون كتعمل واحد 8 اورو من عند جيسكا. الا ما خفت نكذب عقلين فاني اي فوالا، زعما راني من هنا غادي نبان راه ماشي يبان لي والو. المهم شي 8 اورو البنات. وخديت عندهم حتى واحد هكايا على حساب الشلاضه، معلقه وبحال لافورشيط هكا باش كنهزو الشلاضه، تا هو في هاد اللون زويون. وهادي كتعمل واحد 6 اورو، و 6 اورو البنات كدير هو الثمن ديالها. وخديت عندهم حتى واحد هكايا واحد ديكوراسيون، واحد البلا بحال هواي ديال ديكوراسيون، تا هو غندير في بيت الناس بحال هكا الا بغيت نحط فيه شي حاجه ديالي، شي بيجو ولا شي حاجه. مي انا ديجا عندي في المجوره عندي بلاصه لي بيجو فين كيتحطوا كل حاجه بلاصتها، داك اللي كيكون عرفتوا كيكون بالحمر كتحط في كل حاجه بلاصتها. المهم انا هذا خديته الا بغيت نحط هكا هي شي حاجه زربانه ولا، حتى هو تيدير شي 6 اورو البنات. وهذا ما كان، بارطاجيت معكم كاع داك الشيء اللي خديت، كنتمنى انه يكون عجبكم ونشوفوا الفيديو الجاي. باي باي.